احنا الدودة مش ممدودة، حكايتنا حلوة وجميلة، حكاية حلوة وصغنطوطة حكايتنا. شاكر اسم مش على مسمى خالص، زي ما مامته كانت بتقوله دايما، مفيش حاجة بتعجبه ولا بترضيه. على الفطار أول ما يقعد يقلب بوزه شبرين. ليه يا شاكر؟ ليه متضايق كده يا حبيبي؟ مامته دايما تسأله، يرد يقول لها كل يوم فول وبيت وجبنة، دي حاجة تزهق. هو الواحد مش ممكن يأكل حاجة مختلفة على الفطار؟ فول وجبنة وبيت. مش بس الفطار هو اللي ما كانش عاجب صاحبنا شاكر، دي كمان لعبه، طيارة جميلة يمسكها في ايده ويقلبها يمين وشمال ويبصلها في زهق برضه، ويبص على بقية اللعب اللي عنده ويتضايق قوي. طيارة لازم امسكها في ايدي علشان تطير، طيارة قديمة ووحشة. سلام كده لو الواحد عنده طيارة بالريموت كنترول بتطير بجد ومن بعيد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده شاكر حتى بيرمي الهدوم اللي عنده على الارض، والبلطو الازرق الجميل بتاعه برضه مش عاجبه مع انه بيدفي جدا. لكن هنعمل ايه؟ مامة شاكر يا حرام غلبت معاه، تحاول تقنعه ان الحاجات اللي عنده ناس كتير مش لاقيينها، لكن كلامها ما كانش بيجيب نتيجة خالص. خرج شاكر في يوم من الايام يتمشى ويفكر في حاله، متضايق جدا من العيشة اللي هو عايشها. يا سلام لو الأكل واللعب كل يوم تبقى مختلفة، تبقى العيشة جميلة قوي. هو ماشي عدى على قصر كبير، وقف شاكر وبصله. ياه، هو ده بقى اللي أنا مفروض أعيش فيه، هي دي العيشة اللي تفرح. قصر كبير فخم، خدم وحشم، ولما أقول اللي أنا نفسي فيه على طول ألاقيه قدامي قبل ما أخلص الكلمة. لو واحد مش عايش وينفع. طبعا شاكر صوته عالي جدا وهو عمال يشتكي من عيشته. سمعه مين؟ سمعه عم حكيم، الراجل العجوز الحكيم اللي كان ساكن جوه القصر. ضحك عم حكيم من الكلام اللي بيقوله شاكر وناداله، قال له اطلع عندي في القصر عشان اتكلم معاك. وسأله عم حكيم مالك يا ابني، ايه اللي مضايقك؟ ممكن تحكيلي عن الحاجات اللي انت مش مبسوط منها في العيشة بتاعتك؟ ايوه الاكل كل يوم هو هو. وحكاله كمان عن اللعب بتاعته القديمة والهدوم والبلطو الازرق القديم الوحش، كراساته وكتبه، كل حاجة في حياته مش عجبه. عم حكيم اللي هو فعلا فعلا راجل حكيم اقترح عليه اقتراح، انا حسيبك تعيش في القصر ده يا ابني. كان اقتراح عجيب جدا، بس على شرط، والشرط كمان كان عجيب، ان شاكر قال ايه يلم كل الحاجات اللي عنده، الاكل والطيارة والبلطو والكراسات، ويديها لولاد تانيين، ولو كل الولاد مرضيوش ياخدوها ساعتها بس ممكن شاكر يجي يسكن في القصر، وساعتها بس هيكون عنده حق ان هو يشتكي. يا سلام، دي حكاية سهلة جدا. طبعا مفيش حد يرضى ياخد الحاجات اللي عندي، انا هبتدي بالاكل. مفيش حد بيحب الفول والبيض والجبنة، اكيد الاكل محدش هياخده، لكن الاكل التاخد
الولدين اللي شاكر عرض عليهم الاكل انبسطوا جدا. ياه ده انا كان نفسي في حته جبنه او بيضه من زمان قوي. احنا متشكرين متشكرين جدا. زعل شاكر جدا واتضايق، حاول يقول لهم ان الاكل وحش، لكن افتكر ان وعد عم حكيم انه يعمل الموضوع ده بمنتهى الامانه، مع انه كان نفسه انهم يرفضوا. ادالهم الاكل اخدوه، وكل واحد حمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي جات له ومشي. بس يبقى هي الطياره اللي محدش هيرضى ياخدها. هو يعني كان في حد ممكن يرضى بطياره زي دي؟ طياره قديمه. اخد الطياره من البيت وهو رايح يدور على حد ياخدها، فكر بس الطياره دي ممكن تعجب حد من الولاد، احسن اكسر الجناح بتاعها علشان ابقى متاكد ان مفيش حد ممكن يرضى بيها. ابتدى شاكر يسال ولد من الاولاد ان كان يعني يحب ياخد الطياره بتاعته، وقبل ما يكمل السؤال جه جري ولد من بعيد وطلب من شاكر ان كان يعني ممكن يلعب بالطياره دي ولا لا. خد الولد الطياره وابتدى يلعب بيها وهو مبسوط قوي قوي. قعد شاكر يفكر، الله دي الطياره البايظه بتاعتي دي، حلم جميل لولد تاني. برضه مش فاهم. رجع شاكر لعم حكيم وطلب منه يخليهم حاجتين بس علشان يحقق الشرط بتاعه، وعم حكيم وافق. اخد شاكر كراساته اللي عليها رسومات بطه وعصفوره وراح لحته ابعد ابعد قوي. وهو رايح قعد يبص للكراسات، لو كان عليها رسومات لسلاحف النينجا مثلا تبقى كده حاجه شكلها جميل ومحترم. والمره دي كان شاكر مصمم ان محدش ياخد حاجه، وعشان كده قعد يقطع كل الكراسات بتاعته وراح رميها على الارض قدام شويه ولاد وابتسم في سخر. اكيد المره دي محدش هياخد حاجه، لكن ايه ده، يا حتى الكراريس المقطعه في ناس ممكن تاخدها وكمان تفرح بيها. ولد مسك الورق وانبسط قوي علشان دلوقتي ممكن يعمل المركب الورق اللي كان عايز يعملها. والولد التاني اخد الورق وهو مبسوط، هقطعه وهضبه واعمل من الورق ده نقطه صغيره اكتب فيها. والولد التالت اخد صوره العصفوره وفرح بيها قوي. انا من زمان كنت عايز صوره زي دي علشان اعلقها على الحيطه عندي في الاوضه. وشاكر كمان مره اتفاجئ من اللي حصل. ياه، شاكر بيقول لنفسه ده الواحد شكله كده هتضيع عليه الفرصه، فرصه العيشه في القصر. لكن شاكر حاول مع عم حكيم مره ثالثه علشان يقلل عدد الحاجات اللي الولاد التانيين يرفضوها لحاجة واحدة بس، ودي أقل حاجة. عم حكيم وافق. راح شاكر واخد البلطو الأزرق القديم بتاعه ومشي بعيد قوي قوي. والدنيا ليلت وشاكر تعب قعد يستريح، لكن سمع صوت عياط. الله ده ولد صغير، ويا حرام يا حرام هيموت من البرد. راح شاكر مديله البلطو بتاعه. اخذ الولد بسرعه فرحان قوي وقعد يقول الحمد لله الحمد لله. شاكر قال الحمد لله الحمد لله. هو كمان مسح شاكر دموع الولد الصغير وسأله إن كان جعان. ها جعان؟ بص له الولد ما اتكلمش خالص، لكن هنزله راسه يعني دليل على إنه جعان. سأله شاكر تحب تاكل فول وجبنة وبيض؟ قال له
الولد اتسرع قال له أيوة يا سلام، فول وجبنة وبيض. رجع شاكر يجيب له الأكل، وفي السكة قابل عم حكيم وقال له: يا عم حكيم أنا متشكر، أنا خلاص مش عايز أسكن في القصر بتاعك دي، أنا عايز أعيش زي ما أنا في بيتي، لكن مع فرق وحيد أني أحمد ربنا على كل حاجة بيديها لي، لأن اللي عندي ناس كتير جدا مش لاقيها أصلا. فرح عم حكيم بشاكر وسابه يودي الأكل للولد الصغير، وهو سامعه بيحمد ربنا وبيشكره. دلوقتي بقى شاكر اسم على مسمى ولا اسم على غير مسمى؟ Yeah.